كلميني عن عادل إمام. لا ده أنا ممكن أكلمك العمر كله على عادل إمام، مش كفاية. قفل المسرح علشانها وأنقذها من الديون، جمعتهم صداقة لأكتر من 35 سنة، جاب لها فيلم علشان ما تبيعش عربيتها. يسرى تتحدث عن علاقتها بالزعيم عادل إمام. اسم الفنانة يسرى بقى الأكثر بحثاً على محرك جوجل بعد ظهورها في بودكاست بيك تايم مع الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة. اتكلمت خلال اللقاء عن علاقتها القوية بالزعيم عادل إمام وقد إيه وقف جنبها طول حياتها. قالت يسرى إن الكلام عن عادل إمام محتاج عمر بحاله علشان تقدر توفيه بحقه، لأنه ما سابهاش في ولا أزمة مرت بيها في حياتها، كان واقف جنبها وما تخلاش عنها. ومن 35 سنة يسرى كان عندها عربية مرسيدس ومرت بأزمة مالية كبيرة، فقررت إنها تبيعها علشان تقدر تسدد احتياجاتها، ولما عادل إمام عرف رفض وراح لها البيت وطلب منها ما تبيعهاش. ومش بس كده، قرر إنه يدخلها في فيلم جديد ليه تقدر تطلب فيه المبلغ اللي هي عايزاه وتسد حاجتها وما تضطرش إنها تبيع حاجة. وده مش غريب على عادل إمام اللي بيحب كل أصحابه ومخلص ووفي ليهم، ومش بس أستاذ في الفن، زي ما قالت يسرى هو أب عظيم وصديق مهم ما بيسيبش أصحابه. ومرة تانية كانت تعبانة جدا وعملت عملية استمرت 6 ساعات والهيموجلوبين عندها وصل 5، اتصل بيها وقال لها إنه لسه عارف، حاول يروح لها بس هي رفضت وقالت له ما تجيش مش هتستحمل تشوفني. فضل متابع معاها وبيعرف عنها كل حاجة. عادل إمام كان بيقدس المسرح وعمره ما يقفله مهما حصل، لكن يسرى مش أي حد. في يوم عملت حادثة كبيرة جدا خرجت منها بأعجوبة، وأول ما عرف وقف العرض وقفل المسرح، وكان وقتها بيقدم مسرحية من إخراج شريف عرفة. ومجرد ما عرف ختم العرض هو وشريف عرفة وعزة أبعوف وكانوا موجودين في المستشفى في لحظتها. وشاركت يسرى مع عادل إمام في 17 عمل سينمائي اتنوع ما بين الكوميدي والسياسي والاجتماعي، وحققت جماهيرية كبيرة. بدأت بفيلم شباب يرقص فوق النار، واستمرت بعد كده وقدموا أذكياء لكن أغبياء، وليلة شتاء دافئة، والإنسان يعيش مرة واحدة، وجزيرة الشيطان، وعلى باب الوزير، والإنس والجن، وكراكون في الشارع، ورسالة إلى الوالي، والمولد، والإرهاب والكباب، والمنسي، والأفوكاتو، وطيور الظلام، وعمارة يعقوبيان، وبوبوس. ولو بصينا لكل الأعمال دي هنلاقي إنها علامة فارقة في مشوارها، غير إن كل عمل فيهم أيقونة في السينما المصرية، وده بيرجع للتناغم الكبير ما بين يسرى وعادل إمام. حتى الكواليس بينهم بتكون من أفضل الكواليس، لأنه بيعرف كل الموجودين بأسمائهم وبيتجمعوا حواليه يحكي لهم مواقف. وبرغم من كل الأجواء دي إلا إنه ملتزم جدا ومبيحبش يعيد المشاهد إلا لو حس إنه معملهاش كما يجب، حتى إنه كان السبب في قبولها لفيلم عمارة يعقوبيان، لأنه ما كانش يناسبها غير دور فيه 5 مشاهد فقط، لكن وحيد حامد وعادل إمام أقنعوها تقبل، وبعد ما قرت الدور وقابلت الشخصية الحقيقية قلدتها، حتى إنها اعتذرت عن فيلم قبل كده بسبب إن عادل إمام كلمها قبلها بيوم قال لها عايزك معايا فيلم وما كانتش تقدر تتأخر عليه.